مدينة جادو تقع في منتصف الجبل الغربي، تعاني من مشكلة المياه وشحها وعدم توفر شبكة مياه داخل المدينة أسوة بباقي مدن الجبل. ومع احتياج المواطن للماء لا يجد وسيلة إلا صهاريج نقل المياه للحصول على الماء وبتكلفة مرتفعة في ظل غياب السيولة. تفاقمت معاناة المواطن لعدم استجابة الجهات المسؤولة عن هذا الملف والنظر فيه واستكمال المشروع الحيوي للمدينة والذي توقف لسنين. الجهات المختصة مشروع هذا، أنتم عارفين منطقة الجبل كلها في حاجة ماسة للمياه، مياه الشرب، والمنطقة جادو تتكون من 13 قرية وجميع القرى في حاجة ماسة إلى مياه الشرب. انطلقت الأشغال مطلع شهر فبراير المنصرم، حيث بدأ العمل في حفر خط الأنابيب الواصل من الآبار الرئيسية إلى الخزان الرئيسي الذي سيغذي المدينة، حيث تصل المسافة إلى 34 كيلومتر. وتعتبر هذه المرحلة الأولى والأصعب من المشروع، ولكن بفضل عزيمة الرجال وحبهم لمدينتهم وإيمانهم بأهمية هذا المشروع، الكل يمد يد العون والكل يعمل وبمتابعة أعيان المدينة والمجلس البلدي جادو. في سنة من السنوات لا أتذكر تم حفر حوالي 10 آبار في منطقة الظهر، وكانت حسب إنتاجيتها، حسب الناس اللي حفروها، أن إنتاجيتها مرتفعة، ولكن لبعد المسافة لم يحالفنا الحظ أن احنا نوصل الخط من هذه الآبار إلى منطقة جادو. وسعينا عدة مساعي، وكان في فترة من الفترات تم إعطاء المشروع لأحد المقاولين من منطقة جادو، وكان مقدر المشروع ب 11 مليون، ولكن بعدين تعطر وقالوا يعني وقفاء ديوان المحاسبة باعتبار أن القيمة مش متوفرة. يذكر أن المجلس البلدي جادو سخر كل إمكانياته لتوفير ما يمكن توفيره للمدينة عبر الأنابيب، لتنتهي بذلك مشكلة استمرت عقودا والتي أثقلت كاهل المواطن في الجبل الغربي عامة وجادو على وجه الخصوص. أصيل الزياني لبيل حدث.